أنت الآن على على مزاج مزاج الشعب. الشعب. اسمع العالمي دكتور أيمن الشورى. اللي جنبه الراجل جدع يفك ايده كده ويسمعنا السقفة كده روح. أيام من حياتي ألفاظي ضيعتها، كنت صفحة في حياتي دلوقتي قفلتها. أيام من حياتي دلوقتي قفلتها. ده انا لما مشيت وراه كنت مغمض عينيا، سبت مشاعري الهوى ومشاعري هي ترافولتا. خدت من حبك ليا غير جرح بيموت فيا.
بتغير من ناحيتها، ما بقاش ليها في قلبي مكان، وما بتيجي في ايدي صورتها ما بشوفهاش ليها زي زمان. كنت بخاف ما اعرفش انساها، لكن بتنسي الايام، ما بحن لها وما اتغير للاحسن لما ما شفتهاش، ونرجع لوقت في يوم بيئه انا ما اختارهاش. لكن دي دنيا ومن فينا اتعلم ببلاش، ما بحن لهاش وبيبقى اتغير للاحسن لما ما اشوفهاش، ونرجع الوقت في يوم بيا انا ما اختارهاش. يلا بينا على السقفة يزور النبي اللي هيسمعني السقفة. ازاي بتقدر كل يوم احضر عصر قدام انا جرح انا من تحت راس، انا نفسي اعرف مبايه واحساس ومتعزه وانت بتجرح اعز. تعالى يا عريس، تعالى تعالى، انا عايزه العرسان بس، تعالى يا عريس هنا. انا كنت فاكر ان انا اكون حبيبي، ازاي انا اقدر فيهم ابعد واسيبك، لكن خلاص موت قلبي اللي كان فينا وعرفت طبعا. مصر الجميلة إلى أن خالتها.
الاسد ايمن الشورى، العرسان بتقول نجمة مصر، النجم ايهاب خالد، هو اشورى وصلي على النبي. Come on.
بس انا بقول لك يا لومه من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان من حب فيك يا جاري يا جاري من زمان اخبي شو داري انا اعرف وكيلك يا بنت السلطان حبك على الغلبان يا بنت السلطان نشاط واللي مش جدع هيتشاط ابعتها له ارفع ايدك فوق تربط مصر الجميله يا خالد الاسد عيد منصوره ايوه ابو الخير يلا بينا تيجي نتجوز في السر احلى احلاك ما يدرو تيجي ناخد بيت بعيد ونخلى بيبي صغيرون في الشيء